محمود شو عم تعمل هون؟ جنات شو بك عم تحكيني من ورا الباب؟ قعد الواحد من وقت ما نزلوا يحضروا مسرحية لميا. يا ريت جيت من ساعة لكان، هيك كلهم نزلوا يتفرجوا على المسرحية. شو بدك؟ اجاكي مكالمة على تليفون بيتنا. مكالمة إلي؟ ايه، تفضلي ردي عليها. طيب عمي حامد بالبيت؟ الحمد لله بعده ظاهر من شوي. لكن ما فيني فوت معك على البيت إذا نحن لوحدنا. ولا يمكن لا بس، شو نحن منا بحكم المخطوبين؟ أنا ما بعرف شيء اسمه بحكم. خلص، رح روح قول للزلمة إنك ما بدك تحكي معه. طيب لحظة، مين هذا اللي بده يحكي معي؟ واحد اسمه خنسر بولس ولا حبسر يونس. أيسر يونس؟ أها هيدا هو أيسر يونس. وساكت من الصبح؟ شلت تعي لهون وبتسكر الباب بوجهك. ألو أستاذ أيسر، شغلت اللي بالي عليك يا أستاذ أيسر، صار لك تركني على نار أكثر من 3 أشهر. طب أنت عارفة إنه عندك موعد بكرة مع المنتجة السينمائية اللي حكيتك عنها؟ طب ما تقلي مين هي، الله يريح قلبك. آسيا داغر. أنا رح قابل بكرة آسيا داغر، وهون ببيروت كمان؟ إيه يا حبيبتي، رح تقابلي بكرة آسيا داغر ومع المخرج هنري بركات. أستاذ أيسر أنت أكيد ما عم تمزح معي. بهودي القصص ما في مزح جنات، بكرة كوني عندي الصبح الساعة 10 بالمكتب. إن شاء الله، أكيد رح كون بكرة على الموعد وقبل الموعد كمان. مع السلامة، مع ألف سلامة. آسيا داغر وهنري بركات، الله يخليك إلي يا أستاذ أيسر. أنا عن جد أول ما شفتك قلت هذا الرجال الصدق بينط من عيونه. جنات أنت هيك طلبتيني برات بيتنا. آسيا داغر يا محمود، آسيا داغر وهري بركات. مين؟ جيران جديد جايين يسكنوا معنا؟ جيران شو يا جاهل؟ صرت رايح معي على السينما أكثر من 20 مرة، ولا مرة قريت على الشاشة اسم هري بركات وآسيا داغر. أنا أصلاً بعمري كله ما فتت على السينما وطلعت بالشاشة. بعرف كنت تطلع فيه دايما وقت الفيلم. آسيا داغر هيدي اهم منتجه بمصر، وهي اصلا من لبنان، وهنري بركات من اهم المخرجين. وشو بدهم منك؟ اكيد شافوا صوري وعجبتهم وديتيلهم صور كمان، وانا يلي اسمي بحكم خطيبك مرضيتي تعطيني صوره واحده. بكره حبيبي بتصير توقف بالصف ورا المعجبين، وبنزل قلم السياره الكاديلاك تبعي وبوزع عليكم صوري. لا جنيتي رسمي. منعرفكن على المنتج الكبير الست آسيا داغر والمخرج العظيم الاستاذ هنري بركات. اهلا وسهلا. افتكرتك اكبر من هيك مدام آسيا. لا انا برضو افتكرتك اكبر من كده. يظهر انك كنت عامله مكياج كتير قوي في الصور اللي بعتها لنا. والله يا استاذ بركات، استاذ ايسر هو قال لي لاعمل هيك لبين كبيره بعيونكم. هيك يا جنات عم تفتني بيناتنا؟ عموما احنا مش زعلانين منك، الصور عجبتنا وعجبت كل اللي شافوها. ان شاء الله يكون الاصل كمان عجبك ست اسيا. على شو عم تطلعوا ببعض هيك؟ ما تلاقيش، احنا كنا بندور على وجه جديد ينفع في الكوميدي لايت، الناس خلاص زهقت من ميلو دراما والتراجيدي. شو عم بيخرف هذا الاستاذ؟ روح شوي. انت يا جنات فزتي بالجائزه الاولى في مسابقه الوجوه الجديده اللي عملناها. جائزه شو ست اسيا؟ ومين عطاني اياها؟ لجنه من اشهر فنانين مصر. ان شاء الله هتتعرفي عليهم اول ما تسافري معنا. انا رح سافر كمان معكم على مصر؟ طبعا، وحتكوني بطله فيلمنا اللي جاي. جد اللي يا امي رح يغطى قلبي. معقول يا مدام جنات رح تصير بطله هيك بفرد مره؟ لا طبعا يا مدام، مش مرة واحدة كده، جنيت محتاجة دعم ومساعدة كبيرة قوي مننا، وكمان محتاجة تدريبات عشان تقدر تقف قدام الكاميرا. ما تواخذوني يا جماعة انه انا شايف انه الحديث عم بيدور يعني كأنه بكرة رايحين على مصر ورح نبلش تصوير. بابا انت اسكتي. وليكن معلومة انه لا في سفر ولا تمثيل ولا غنى قبل ما نعرف قديش بدكم تدفعولي. معك حق خواجة جورج، فإذا تفضل مع الست آسيا على المكتب الثاني لتتفقوا على التفاصيل المادية. تفضل شرفي مدام. خليك. لا سر، خليك معنا لو سمحت. طيب خليك أستاذ آسيا، ماشي الحال. كرمالي يا بابا، هيدي الفرصة لو ضاعت مني ما رح لاقيها مرة تانية. رح كون بطلة من أول فيلم، ورح مثل قدام أهم نجوم بمصر.
يعني كل الناس رح تشوف تمثيلي وتسمع صوتي ورح صير نجمة طول عمري. لك شو هالنجمة اللي ب 150 جنيه اللي الست آسيا دي غير مش قبلاني تدفع غيره؟ حدا غيري بتمنى هيك فرصة حتى لو دفع من جيبته. فهمي يا ماما. فوتي على اوضتك يا جنات خليني احكي مع بيي. يا رجال البنت ما صدقت وفرحت، ما بدنا نسرق لها فرحتها. لك عم تقولي لي ليه؟ قولي للست المنج اللي مش قبلاني تدفع غير 150 جنيه. ايه بس ست آسيا بعد رح تصرف على جنات قد هيك على شي 3-4 مرات قبل ما تقدمها للناس. ست لميا انتي ما حدا طلب رأيك. بابا انا كمان ممثلة وبفهم وبعرف شو اللي رح يصير مع جنات لما تروح على مصر. شو رح يصير يعني؟ رح يدفعوا علي بالاول تنستفيد نحن بعدين. رح تكون مثل الدجاجة اللي بتبطلنا ذهب ورح تطلعنا من الفقر وتعيشنا بالعز لبقية حياتنا. بتعرف كم نجم آسيا داغر تبنتهم وشالتهم من الفقر وهلأ عم يلعبوا بالمصاري لعب؟ أنا اللي عم فكر فيه إنه السفر ما بده مصاري، العيشة بمصر ما بده مصاريف، منين بدنا نجيب هالمبالغ كلها؟ من بيع البيت اللي بوادي شحرور. هيدا الشيء الوحيد اللي باقي لنا بهالدنيا. بس ما عرف طلعنا من الفقر. بالاسم عنا بيت ملك وكنا نمد ايدنا للبيسوى ولا ما بيسوى. طيب لو بعناه قد ايه بيجيب بهالايام؟ على القليله بيجيب لنا مصاريف السفر، والا منين بدنا نجيبهم يعني؟ انت عم تقولي هيك يا لميا؟ ما بتتذكري قد ايش غارت منك وقت اللي مثلتي وهي لا؟ هلا جنات اختي وقد ما زعلنا ما قلنا غير بعض. اسمع مني يا رجال، البيت هلا ما عم بيجيب لنا غير كم قرش بالشهر، بس اذا بعناه بنقدر نغطي مصاريف سفرتنا على مصر وهيك منكون حطينا رسمين لأكبر مشروع بحياتنا. رح تنطروا لتاخدوا جنات معكن على مصر؟ لا، حنرجع بكرة وتبقى هي تحصلنا براحتها. يعني خلاص يا آسيا؟ قررت إن هي تعمل الفيلم؟ بركات، مالك قلقان كده ليه؟ مش أنت قلتلي إنها لون جديد ودمها خفيف؟ أيوة صحيح أنا قلتلك كده، بس جايز ما تسدش مكان نور الهدى. نور الهدى عملت لها فيلمين تلاتة افتكرت نفسها كبرت خلاص، وانا بقى ما بحبش اللي يفرض شروطه عليا، وانت عارف كده كويس. منشان هيك رح تجبتيه لوجه جديد وكمان من لبنان. هما الاثنين من لبنان وانا برضو من لبنان.